حكايتنا الليلة نتاع متتبعة قناتنا اللي توصلت معايا هذه تقريبا واحد 7 شهور باش نشارككم حكايتها المأساوية والمخلفات اللي خلات لها اليوم في حياتها. فمطبيعي كلنا سنعرفوا بلي أنه الأخ هو السند، هو الظهر علاش كنحطوا الراس، الأخ هو الأب الثاني، ويقدر يكون حتى الأب الأول خوتو إذا قدر الله أنهم فقدوا الأب ديالهم. الأخ هو الأمان والمأمن. لكن حكايتنا الليلة الأخ ما كانش هادشي كله اللي تنقول لكم. للأسف الأخ غادي يكون كل ما حرمه الشرح وكتاب الله. فما تمشيو فين وتبعوا معي الحلقة نتاع الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. طبيعه الحال تيبان لكم الديكور مبدل وكل مره غادي يبان لكم ديكور في شكل، ولكن ما كيهمناش شنو كاين من اللور، كيهمنا المحتوى وشنو غادي نعاود لكم. تخيلوا هذه الحلقه للمره الثانيه غادي نصورها، لانني ببساطه كنت صورتها ونسيت الكاميرا ما جبتهاش معايا، ولهذا غادي نعاود لكم كل شيء عاوتاني من جديد. اذا كنتي جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من الدار بطبيعه الحال الدار دارك. ما تنساش انك تفعل جرس القناه لتحت باش تكون من الاول اللي كيتوصل بالفيديو كيف كيتحط. خليني ما نتطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه القصه ديالنا سميتها ياسمين اللي كتقول عندي 3 ديال خوتي الذكوره وانا هي الرابعه البنت. ماما وبابا خدامين على قد الحال، دوزت واحد الطفوله اللي كانت جد عاديه الى انني وصلت ما بين 5 سنين و6 سنين، واللي هنا فين غادي تبدا الاحداث نتاع قصتي. كانت ماما خارجه وكنت بوحدي في الدار، كان دايز من حدانا واحد الدري من العائله كانت عنده ديك 19 18 سنه اللي كنت باقا عاقل عليها. كان دايز وهو يدق في الدار بغى غير يدخل للمرحض اعزكم الله وخليته يدخل، حيت مولف كيجي عندنا وخوتي كيعرفوه كلشي. انا فاش كنت صغيره تفهمت هذا الامر بلي انه شيء عادي، وبالنسبه ليا فداك السن شي حاجه حتى هي عاديه انه بغى يدخل للمرحاض. في اللحظه اللي هو خارج جا خويا اللي كان كبر مني ب7 سنين وكانت معاه ماما، وكان صيصحاب ليهم بلي انه هاد الدري دار ليا شي حاجه، زعما كان شي اعتداء، وزعما حتى انا كانت بالرغبه ديالي وانا كانت عندي ديك الساعه 6 سنين. فبلا ما يسولوني ولا يعرفوا شنو كاين نضو كيضربوني، قتلوني بالعصا بما تحمله الكلمه من معنى. بقى كنعقل على هادشي كله بحال غير البارح. غادي نوضو يضربوني واكثر من هذا جاب واحد البوطه اللي هي صغيره وكانوا تيسخنوا فيها الفرشيطه وكيبقاو كيكونوني في الحمي، حيت كان تيسحب لهم بلي انني درت شي حاجه اللي هي خايبه هذاك السن. تخيلوا دابا تنقول مع راسي وحتى نتوما يمكن غادي تقولوها، لو كان فعلا تعدى عليا. انا كنت في سن صغير ما فهمش بزاف ديال الحوايج، وماشي من حقي انني نتعذب او حتى نتحق او حتى نتعاقب، حيت في هذاك السن ما كتكونش الرغبه او لما كنكونوش عارفين، والولد مسكين ما قاصني ما حتى شي حاجه. نفرض انه بغى يتعدى عليا، واش انا عندي القوه والقدره باش انني غادي نوض ندافع على راسي؟ لا، كنكبر مني بزاف. المهم بداو تيسخنوا ديك الفرشيطه حتى كتولي حمراء وكانوا كيحطوها عليا. تخيلوا كنت كنسمع الصوت ديال الجلد ديالي كيتحرق وانا كنغوت لربي اللي خلقني. دقائق لهم ما كانوش بزاف، ولكن بالنسبه ليا كانوا بحال شي سويع لهم طوال اللي كانوا كيعذبوني بهذه الطريقه. كنت باقا عاقله، كان الصيف وكنت مثلا كنخرج معاهم، واذا تسخرنا واذا خرجنا في الحومه كانوا كيلبسوني واحد الكسوه حد الركبه ديالي، فكانوا تيبانوا لي العلامات نتاع الفرشيطه كيبانوا في الحمي. كنبقى كنحضر النظره ديال الناس كيفاش تيشوفوني. انا كنت نحس راسي بلي بحال انا ماشي بنتهم، حيت عاملوني هكاك بديك المعاملات. انا كنكبر ومازال بقيت شاده في خاطري، وتخيلوا ما عمرني قدرت نجبد معاهم هذا الموضوع، ولا غير نقول لهم لا راه ما قاسنيش وبلي لا راني ما درت حتى شي حاجه، ولكن بقيت شاده الموضوع في خاطري حتى دازت اعوام اعوام. واحد النهار غادي نقولها لماما، قلت لها هذاك الدري ماما راه عمره ما قاسني ولا شي حد غيره قاسني. المهم ما جاوبتني ما حتى شي حاجه، ولكن هذا الحدث لعب ليا بزاف على النفسيه ديالي. حتى فاش تخيلوا كنمشيو عند الناس اولا كنتعرضوا لشي عاز، كنت ديما ما كنقدرش نشوف شي حد في عينيه، ولا حتى نقدر نهضر معاه ولا نضحك معاه ولا نقدر نتكلم مع شي ذكر. فقدت الثقه في نفسي ماشي 100% 1000%. دازت الايام وما بين السن ديال 6 سنين و9 سنين هذاك خويا الاخر اللي كان كبر مني ب4 سنين كان تيعرضني جميع انواع العنف والتهديد اللفظي وحتى الضرب. اما الاخ الاول اللي قلت لكم عليه اللي ضربني فاش جا عندنا هذاك الدري وكوني بالفرشيطه هو ماما، صراحه هذيك كانت اخر حاجه خايبه دازت معاه. واخا هذاك الشيء كانت عندي معاه علاقه اللي كانت زوينه بزاف لدرجه انني كنت كنعتبره الاب ديالي، واخا تاثرت بسبابه في الطفوله ديالي، ولكن تنحس انه كيبغيني ماشي بحال هادشي اللي غادي نشارككم دابا نتاع هاد الاخ ديالي الثاني.
خاطك خويا الاخر انا ما حقدتش عليه حيت ببساطه دار بزاف ديال الحوايج اللي كانوا زوينين على قبلي، واللي قلت ليه ما كانش كيقول لي لا وتيعطيني الفلوس وكان كيهضر معايا وغير بالعقل. هذه خايبه هذه زوينه ما خصكيش ديري بحال هذه، حتى فهمت الحياه كيفاش دايره، خلاني نفرق ما بين الخايب وما بين الزوين. غادي نكبر وصلت لواحد السن اللي صافي دار فيا الثقه. اليوم وانا كبيره تنقول من حقه انه يخاف عليا ويخاف لانه شي حد يتفلى عليا، داكشي اللي خلاه انه يتعامل بهذيك الطريقه اللي كانت قاصحه فاش كنت صغيره. اما دابا غادي نشارككم واحد الامر اللي ما تيدخلش العقل، القصه الحقيقيه اللي انا نويت انني نحكيها لكم. فبحكم انه والدينا كانوا خدامين كنت كنبقى النهار كامل غير في الدار، واذا مشيت للمدرسه كنت كنجي قبل منهم، وهذا الاخ ديالي الاكثريه ديال وقتي كنت كنقضيه معاه اكثر ما كنت كنقضي مع والديا، ولكن هو للاسف كان كيعنفني بزاف وكان ممنوع عليا انني نمشي نشكي لهم، حيت كان كيهددني انني اذا مشيت قلت لهم شي حاجه غادي يدوبل عليا الضرب والعذاب والتهديد والعنف. اذا جاب الله مشيت قلت لهم شي حاجه كنت كنخاف انني نشاركهم شنو تيوقع ليا من مورا ظهرهم. لدرجه انه واحد النهار واحد السيده كتجينا من العائله كانت عايشه على برا جات لعندنا كانت عطاتو بحال هكاك شي 200 درهم، قال لي عندك تمشي تقولي لماما راه فلانه عطاتني هذا القدر من الفلوس. قلت ليه لا ما تخافش ما غاديش نقول حتى شي حاجه، وفعلا ما كنتش ناويه انني نقول. في الليل الام ديالي صدفه سولتني واش فلانه دورات مع خوك، ما قدرتش نفكر قلت لها اه ماما راه عطاتوها شنو دار بها وعافاك ما تقوليهاش ليه. هي فعلا ما قالت ليه والو، ولكن اللي غد ليه هي مشات للخدمه ويجي عندي وجر لي لساني بطريقته، واحد الطريقه باش يعرف شنو متحت راسي، ولا راه ما على باليش بهاد القوالب، ولا اننا زعما غادي نقدروا نطيحوا بشي فخ غير بالهضره. صراحه انا ما تنعرفش هذا الشيء وما تنعرفش شي حاجه سميتها الكذوب، واخا وصاني ما عرفتش نكذب. تخيلوا قال لي راه ماما قالت لي راكي وصلتي الهضره وراه فلانه عطاتني الفلوس. انا بقيت ساكته كان سيسحبني فعلا بلي انه ماما راه قالت لي داكشي اللي قلت ليها. قلت ليه لا راه غير حيتاش سولتني. تخيلوا غادي يهز واحد الراكيطه كبيره باش كنت كنلعب في الصيف واللي باقا عاقل عليها لدابا كان اللون ديالهم زرق، وكان كيهزهم حتى للفوق وكيضرب فيا حتى تهرسوا. قال لي اذا مشاو حتى جاو وقلتي لهم راني ضربتك غدا غادي ندير لك اكثر من هذا الشيء. بما انني كنت كنخاف وكان كيسحب لي بلي انه فعلا اي حاجه قلتها لماما كتمشي تقولها ليه، وليت خفت اكثر انني نقول بلي انه كيضربني يمشي يعنفني اكثر واكثر. بقينا على هذا الشيء كان ديما كيغوت عليا وكيعنفني وشخصيتي غادا وكتضعف، لدرجه انه اي واحد دار لي شي حاجه باش نرتاح كانت الوسيله ديالي الوحيده هي انني نبكي، وبسهوله كانوا كيطيحوا دموعي حيت كنحس بالحقره وبلي ما عنديش الجهد. تخيلوا لدرجه انه كان كيجلسني وما نمشيش للقرايه دجا بالله كاع اللي قال لي راسو كان تيديرو. دازت الايام درت 10 سنين والديا كانوا جاهلين لشنو كانت كتعرض بنتهم. هذاك الوقت انا كنت يلاه بديت كنتعلم نطيب شي حاجه غير باش نولي نعتق راسي ولا نديباني راسي، في نفس الوقت كان تيعجبني انني نقاد الوالديه شي حاجه ياكلوها اللي كتكون غير خفيفه. هاد خويا كان ديما تيعيب على هادشي اللي تندير ولا كان كينوض الصداع، حيت ببساطه داكشي انا اللي تندير هو ما تيعجبوش. كنت باقا عاقله ما بين السن ديال 11 سنه بديت غادي نتعرض للتحرش من قباله. كان هو كيشوف فواحد البيسي عندنا في الدار دوك الكبار نتاع شحال هادي اللي كانوا كبار كل ما هو اباحي كان كيشعلو كيخليه، وما كانش عنده الهدف انه هو يتفرج، ولكن باش زعما بالعاني اذا دز من حداه نبقى نشوف داكشي باش يجرني للهدف ديالو اللي باغي يدير. كان تيوريني الافلام الاباحيه وكان كيتقرب ليا وكان كيطلب مني باش انني نلبي ليه المتطلبات ديالو. تخيلوا كان كيحط عليا يديه باش كيتحرش عليا. اه هذا راه خويا كنهضر على خويا. الحاجه الوحيده اللي كان هو رد ليها البال او لا الله اعلم كان خايف منها انه عمر ما تجرأ عليا انا، كان فقط مكتفي بانه يلبي لراسو متطلباته او رغباته الجنسيه عن طريقي. هادشي غادي يدوم لمده 3 سنين حتى ل 4 سنين. انا بدوري كنت مجبوره ندير هادشي بحال شي واحد عنده شي واجب خاصو يديرو، اذا ما لبيتيش ليه دوك الرغبات ديالو كيصبح عليا مقلوب ويرجع للضرب والمعيور وحتى الغوات. غير الشوفه ديالو كانت كترعدني اولا كتخليني كنبقى نبكي غير بوحدي ونحس بالحقره. وصلت ل 13 14 سنه وبلغت هاد الوقيته وعيت نوعا ما، بديت نقول مع راسي ياسمين هادشي راه ما تيدارش هادشي راه عيب. وهنا فين بديت كنخرج في عينيا وكنتزايد معاه في الهضره كيف كان هو كيهددني نوعا ما حتى انا كنت كنهددو وكنت كنجبد ليه صداع مع الدار وبزاف ديال الحاجات. واخا كنت داخليا ضعيفه وفارغه ولكن كنت مضطره باش انني نتصرف بهذه الطريقه باش ندافع على راسي ونبين ليه بلي انك لا ما غاديش مازال تبقى تسيطر عليا. ورغم ذلك كان كيغلبني كان عنده الجهد كثر مني كان كيهددني باش انني نلبي ليه رغباته الجنسيه. ديما كنقول ليه لا ما تقيسنيش ما تقربش مني بعد مني، وهو بحال فقد الامل بدا كيرجع للور. زياده على هادشي كله كانوا مشاكل عندي في القرايه، وهذا امر كان طبيعي لانه داكشي اللي كنت كنعيش معاه وكنعيش في الدار
كان كيأثر عليا، واي واحد تيسولني شحال من خوتك عندك كنت نقول لهم غير جوج، الاخر اللي كنت كنتعرض من طرفه للتحرش ما كنتش كنجبدو، ما كنتش كنعتبرو اصلا بلي انا وخويا، لانه كون كان اخ حقيقي ما كانش يتجرأ على اخته يدير لها بحال هكا، شي يلبي لراسو رغباته. كان كيتحرش بيا ويدير ليا ضغوطات نفسيه لدرجه انني لما وصلت للثانوي ما كنتش كنقدر انني ندوي قدام الاساتذه حتى التلاميذ، اللي هما كانت عندهم عادي انهم يوقفوا يقدموا البروجيات اللي كيخدموا. انا كان عندي دائما واحد التخوف قدام الناس، والثقه كانت عندي منعدمه، درجه اي واحد شاف فيا شي شوفه كنبقى مقروصه وكنتصير. هذا الامر دمر ليا نفسيتي ديال بصح، بحكم ان والديا ما عارفينش شنو واقع كان ديما تيظنوا بلي انني ما كنحملوش اولا عندي معاه شي مشكل، وكانوا كيميزوا ما بيناتنا، ودائما كنحس بلي انهم كيفضلوه واحد شويه، وانا هذا الشيء كان تيزيد كيعصبني ويمرضني لانهم ما عارفينش الحقيقه ديالو وشنو مخبين من مورا داك القناع اللي هو عاطيهم. كان دائما كينوض معايا الصداع، كيبقى شد ليا نقطع عليك. دازوا الايام وبزاف ديال السنوات وانا غير غاده وشاده في خاطري، وما عمرني ما تصالحت مع داكشي اللي دوز عليا، داكشي اللي وقع بيني وبينه كنت محتاجه انني نعاودو لشي حد. حتى لواحد النهار حسيت براسي انني بغيت نتفرقع، ديما كانت ينوض الصداع وكنت تبان انا هي اللي خايبه، فقررت باش انني نبوح لماما بالحقيقه ديالو. مؤخرا ماشي بزاف شي سنوات هادي غادي ندوي مع ماما، قلت لها شنو كان تيوقع في الماضي ديالي، ولكن ما عاودتش لها التفاصيل كيف عاودت لكم. قلت لها هاد ولدك اللي كتدافعي عليه وكتجي عليه اشنو دوز عليا، بحال عطاتها واحد العنوان كبير على شنو كيوقع، ولكن ما قلتلهاش التفاصيل حيت خفت لا توقع ليها شي حاجه تكون انا هي السبب. وهذه هي كانت الفكره ديالي من صغري، اذا جاب الله قلت الحقيقه ديال التفاصيل تقدر توقع ليها شي حاجه. هاد اللحظه بقى كنعقل فاش بحثت ليها تصدمات لدرجه انه الريق ما قدرش يسرطو، خفت عليها وبقيت كنصبر فيها بيد ما تبرد، ولاني تخيلوا بقى عرفات ما وقفاتش بجنبي 100%. انا شخصيا تنقول لو كان ولدي دار لخته بحال هادشي يمكن كاع نكرو، ولكن ما دار حتى شي فعل. دازت الايام ما هضرتش معاه في الموضوع وكنت كتعامل معاه عادي، صراحه ماشي هادشي اللي كنت كنتسنى منها، انا ماشي كنغير منه ولا كنحسدو ولا لا، انا كنت محتاجه اللي يوقف بجنبي يحس بيا وبزاف ديال الامور اللي وقعوا ليا، كنت بغيت غير اللي يحط عليا يديه واللي يعنقني ويحس بداكشي اللي كنت كنحس به. علاش تنقول انه الناس ما تيحسوش بيا ولا عموما والدي ما تيحسوش بيا؟ حيت شفت غير الام ديالي فاش عاودت ليها ما دارت والو على قبلي، يعني كيفاش شي واحد اخر من الخارج غادي نبقى فيه انا؟ فنوعا ما بحال وليت كنقلب على داك الحنان وداك الكتف اللي فقدته انا في عز الياس ديالي. وخا هذا المشكل عمرني ما قلتو شي حد حتى مؤخرا فاش عاودت لماما، واليوم انا كنعاود لكم بجميع التفاصيل، ولكن مخلفات نتاع هذا الماضي اللي ما رانيش مسؤوله عليه اثرين فيا اليوم. صحباتي ديما كنعطيهم تلميحات بلي انني راه ما عايشاش مزيان، حيت تيصحاب لهم بلي انا بخير. دازت الايام قريت وخدمت في واحد الخدمه اللي كنت كنتعرض فيها لضغوطات نفسيه من نوع اخر من عند السيده اللي كنت خدامه عندها. تخيلوا درجه انها كانت كتعطيني جفاف انني نجفو، علما انني كنت خدامه في مكتب وكنت بالدبلومات ديالي. كنت مصبره براسي تنقول ماشي مشكل نخلي غير بلاصتي زوينه. عرفتوا علاش تعدات عليا وعلاش استغلاتني؟ حيت لقاتني بدون شخصيه وانا ما عمرني ما غادي نسمح ليها. عاوتاني دازت الايام ولقيت خدمه واحده اخرى اللي كانت محترمه، فيها ناس خايبين وفيها ناس مزيانين بحال اي بلاصه في العالم، بواحد الصالير هو مزيان اللي كنعاون به حتى والديا، وداكشي اللي تيشد في الاخير ديال الشهر كنت عايشه به الحياه، ما كنت كنوفر حتى شي حاجه، تنحاول انني نخرج نرفه راسي ندير لراسي اي حاجه انا بغيتها غير باش ننسى، ولكن واخا هكا ديما تنحس براسي بوحدي. حتى مثلا اذا خرجت مع البنات كل وحده والعالم ديالها، اولا كتلقاي اللي كتستغل الطيبوبه ديالك، اولا فقط كتخرج معاك حيت انت كتخلصي عليها. انا اليوم عندي 30 سنه ما بقيتش كنقدر نعيش وسط النفاق بحكم انه نفسيتي مدمره، وليت حساسه من كل شيء من كل شيء. شوفه اذا شافها فيا شي حد دائما كنويها بلي فيها شي حاجه ماشي تالهي، اذا جاب الله حتى قال لي شي حد شي حاجه تنبقى نقول لا راه عليا لا راه بغى يدوز لي شي ميساج. ديما عايشه في الدوامه، هذاك خويا اللي كانت كيتحرش بيا هو حاليا كياكل معنا في نفس الطبله، عايش معنا في نفس الدار، بحال ما وقع حتى شي حاجه في الماضي. عرفش واش ما كيحس بوالو ولا كينسى ولا مرتاح، واش ما كيجيوش شي لقطات من الماضي؟ حيت انا شخصيا والله العظيم الشوفه ما كنقدرش نشوفها فيه، ماشي حيت كنخاف منه لا، ولكن حيت كرهته. بعد هادشي كله ما تيقولش صافي نمشي نطلب من اختي السماحه وخلي داز ما كيتنساش، ولا يقول راني غلطت في حقها، بالعكس باقي اذا ما عجبتو شي حاجه كيغوت وكيخرج عيني وكينوض صداع. وهذه هي الدوامه اللي انا عايشه وسط منها اليوم، ما عرفاش كيفاش نخرج منها وما عرفاش شنو هو الحل. في نظركم واش نشوف شي طبيب؟ حيت وليت باغا غير نعيش بوحدي، ما بقيتش قادره نعيش في صداع لدرجه انه ما كرهتش نمشي لشي غابه، ما نسمع لا مشاكل ولا نشوف حتى شي حد. هذه هي حكايتي وهذه هي حالتي اليوم، ما كرهتش انكم تقولوا لي شنو ندير باش نقدر نرتاح.
وهذه كانت هي حكاية ياسمين. شوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تيقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وهاد فرق بينهم في المضاجع هي اللي بغيت نسطر عليها بسطر أحمر حيت هي علاش كتدور حكايتنا الليلة. فما بين البنين والبنات كيخص دائما أننا نفرقوا ما بيناتهم في المضاجع حيتاش تنخافوا من الشر إذا بلغوا 10 سنوات. فالتفريق بين المضاجع عنده واحد الأهمية وضروري في التربية الأسرية اللي كيقدر يغفل عليه البعض أو اللي كيجهل الأهمية دياله. فكيخص الآباء أنهم يجتهدوا باش يوفروا أماكن نوم مستقلة للأولاد والبنات ديالهم. كيخص أيضا يهدبوهم وهم صغار أخلاقيا ويوجدوهم لمرحلة المراهقة اللي هي من أصعب المراحل حيتاش كتروضهم أفكار وتساؤلات بزاف اللي وقعت غالبا مع الأخ ديال ياسمين. زائد على هذا كتكبر عندهم الغريزة الجنسية بشكل متنامي اللي يقدر يكون غير ملحوظ. داكشي باش ضروري من أننا نسدو هاد الأبواب ديال الفساد قبل ما يوقعوا. هذا عموما أو لا في الشريعة ديالنا. أما نصيحتي الشخصية لياسمين أنه ضروري أنك تخدمي على راسك وعلى الشخصية ديالك. خاصك تقبلي الماضي ديالك لأنه لا ذنب لك في هذا الأمر. وإذا تيبالك بلي أنك محتاجة طبيب نفساني أو بالأحرى إلى معالج نفساني اللي هو كيركز على السلوكيات والأفكار ديالك والمشاعر ديالك فما تردديش سيري عنده. وكان هذا هو رأيي والدروس المستفادة من هذه القصة عديدة لكل واحد فيكم راه عارفه علاش وصلت ياسمين اليوم لهاد الحاله. فكنتمنى منكم يا متابعين يا كرام انكم تخليوا لياسمين اراء ديالكم او اقتراحاتكم على الحكايه ديالها وشنو تقدر دير باش انها ترتاح نفسيا وتطبطب على الروح ديالها. شكرا على وجودكم، شكرا على دعمكم. نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.